وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة. تعالوا وانظروا، إنسان قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح. فخرجوا من المدينة وأتوا إليه، وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل. فقال لهم: لي طعام لآكل لستم تعرفونه. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: لعل أحدا أتاه بشيء ليأكل. طعام أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأن أتمم عمله. أما تقولون 4 أشهر ثم الحصاد؟ أنا أقول لكم انظروا الحقول، إنها قد ابيضت للحصاد، والحاصد يأخذ أجره ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، ليفرح الزارع ويفرح الحاصد معا، لأنه يصدق القول إن واحدا يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك 2 أيام. فآمن به أكثر جداً بسبب كلامه، وقالوا للمرأة: إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم.